السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا سنسات. معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله نكمل مع بعضينا مراجعات ليلة الامتحان على مقررات شهر أكتوبر، والنهاردة معانا مراجعة المتميز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مقررات أكتوبر إعداد الأستاذ محمود سعيد. طبعا المراجعة مهمة جدا، بدأ معانا يا أولاد بشرح المنهج الخاص بشهر أكتوبر. تمام الشرح، يعني أهو لو حابين نراجع على إيه المنهج، وبعد كده عندنا إيه نسخة غير مجابة من إيه بنك أسئلة المتميز لمادة تكنولوجيا المعلومات، وعندنا بعد كده يا أولاد نسخة مجابة. تمام، يبقى نسيب لينك المراجعة أسفل الفيديو، عندنا شرح وعندنا نسخة غير مجابة وعندنا نسخة مجابة. النهاردة نشرح مع بعضنا النسخة المجابة ونسيب النسخة غير مجابة عشان إيه نتدرب عليها إيه في البيت. تمام يا سنة ستة، يلا بينا نبدأ. دلوقتي يقول معانا بنك أسئلة المتميز على مقررات شهر أكتوبر مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف السادس. السؤال الأول ولك اقرأ الإجابة الصحيحة. يمكنك البحث عن بعض الكتب في مكتبة المدرسة عن طريق إيه؟ قواعد البيانات، البريد الإلكتروني، ولا الطابعات؟ طبعا ملحوظة يا ولاد، الأسئلة دي في أسئلة منزلها إيه الوزارة، موجودة معانا في المراجعة بتاعة النهاردة. يبقى النهاردة معانا إيه مراجعة الوزارة كمان ضمن الأسئلة اللي إحنا اتعرض ليها النهاردة. طبعا دي يا ولاد اللي بتساعدني في البحث عن بعض الكتب إيه قواعد البيانات. السؤال ده فعلا انا منزلاه في النماذج اللي نزلناها على القناه، نزلت لنا نماذج استرشاديه لماده تكنولوجيا المعلومات للصف السادس، الاسئله دي كانت من ضمنها. بيقول لك يمكنك من خلال نقط معرفه بعض المميزات الخاصه بالمنتج. من خلال ايه ولا اعرف مميزات خاصه بالمنتج؟ البريد الالكتروني والبصمه الرقميه وتجربه المستخدم. من خلال تجربه المستخدم، ان حد يقول رايه في حاجه هو استخدمها. يمكنك من خلال او مكنك من خلال نقط نقل البيانات عبر الاسلاك والكابلات. يمكنك من خلال نقط نقل البيانات عبر الأسلاك والكابلات. بننقل البيانات عبر الأسلاك والكابلات عن طريق ايه ولا شبكات لاسلكية، واي فاي، ولا شبكات سلكية؟ طبعا شبكات سلكية. نقط يحول الإشارة من مزود خدمة الإنترنت اي اس بي إلى إشارة رقمية. مين ده بقى؟ قال لك المودم ولا المنفذ ولا المحول؟ طبعا ده المودم. نقط يصل شبكة محلية لان بالإنترنت، جهاز المودم ولا المحولات ولا قاعدة البيانات؟ طبعا ده ولاد جهاز المودم. قال لك شبكات تمكن أجهزة الكمبيوتر من الاتصال ونقل المعلومات، شبكات لاسلكية ولا شبكات سلكية؟ لاسلكية وسلكية الاتنين معا، يبقى ناخد ألف وباء. يبقى احنا يا ولاد بنستخدم الشبكات اللاسلكية والشبكات السلكية. تستخدم نقط عند نسخ أو لصق أو قص المعلومات. اللي بستخدمه عشان أنسخ أو ألصق أو أقص المعلومات؟ أدوات التحرير الرقمي، رموز الاستجابة السريعة، ارتباط تشعبي. طبعا أدوات التحرير الرقمي. يعتمد الواقع المعزز في استخدامه على نقط أو جهاز لوحي ليعرض نموذجا لما يشبه العالم الحقيقي. بيعتمد على إيه؟ كاميرا الأفلام القديمة، كاميرا الهاتف الذكي، عدسات الميكروسكوب. طبعا كاميرات الهاتف الذكي أو جهاز لوحي. قال لك لغة شائع اختيارها لإنشاء المواقع الإلكترونية. اللغة اللي بنستخدمها عشان أنشأ موقع إلكتروني يا ولاد HTML ولا بايثون ولا بيزون ولا جافا سكريبت؟ طبعا هي دي يا ولاد HTML. نقط هو قدرة ماكينة كالكمبيوتر على التفكير والتعلم. قدرة ماكينة كالكمبيوتر على التفكير والتعلم اسمه ايه ده؟ واقع معزز، واقع افتراضي، ولا الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي. قال لك قدرة ماكينة او جهاز على التفكير والتعلم، ده طبعا اسمه ايه؟ الذكاء الاصطناعي. قال لك نظام التشغيل ماك او اس هو نظام تشغيل تابع لشركه ايه؟ ابل، مايكروسوفت، ولا كروم زيرو اس؟ طبعا ده يا ولاد الابل. يمكن لذوي الهمم استخدام المساعدين الشخصيين الافتراضيين المفعلين بواسطه ايه يا ولاد لانجاز المهام اليوميه؟ طبعا استخدمه عن طريق الواقع المعزز ولا واقع افتراضي ولا الذكاء الاصطناعي؟ طبعا الذوي الهمم بيستخدموا دلوقتي الذكاء الاصطناعي لانجاز المهام اليوميه. نقط هو برنامج يتحكم بوظائف الكمبيوتر ويدير برامجه واجهزته. برنامج يتحكم بوظائف الكمبيوتر ويدير البرامج والاجهزه. العروض التقديميه ولا نظام التشغيل ولا منسق النصوص؟ طبعا ده نظام التشغيل في الجهاز. يستخدم نقط لفتح هواتفكم بواسطة نظام التعرف على الجو الأوجه. مين يا ولاد اللي بيفتح التليفون عن طريق أي بصمة الوجه؟ مين ده؟
بنستخدم ايه عشان نفتح التليفون؟ بصمة الوجه، الواقع الافتراضي ولا الواقع المعزز ولا الذكاء الاصطناعي؟ طبعا الذكاء الاصطناعي. يساعد نطاق البحث بتحديد التاريخ في العثور على نقط الابحاث. يساعد نطاق البحث بتحديد التاريخ في العثور على نقط الابحاث. طيب انا استخدم التاريخ عشان ايه؟ اجيب اقدم الايه الابحاث ولا افضل ولا احدث؟ طبعا احدث الايه الابحاث. القفازات الذكيه سمارت جلافز تعتبر من فئه ايه؟ محركات البحث، انظمه التشغيل ولا تكنولوجيا مساعده؟ طبعا تكنولوجيا مساعده. يفضل عند البحث في اي قاعده بيانات استخدام البحث بايه؟ نبحث بايه يا اولاد؟ الصور، كلمات مفتاحيه ولا الرموز ولا الارقام؟ طبعا الكلمات المفتاحيه هي الكلمات الرئيسيه. تصف نقط كيفيه استخدام الاشخاص للمنتج والتفاعل معه وتقييم تجربته، ودي اسمها يا اولاد تجربه المستخدم. هو قاعده بيانات تضم كل المصادر والعناصر التي تحتويها المكتبه. قاعده بيانات تضم كل المصادر والعناصر التي تحتويها المكتبه. قال لك فارس المكتبه ولا منسق النصوص ولا المجلد ولا ايه؟ طبعا ده يا اولاد فارس المكتبه. قال لك تساعد نقط الاشخاص على البحث في مواقع الانترنت بناء على الكلمات والعبارات الرئيسيه. محركات البحث عروض تقديميه للغه البرمجه، طبعا دي محركات البحث يا اولاد بنستخدمها في البحث على مواقع الانترنت بناء على الكلمات واللي هي العبارات الرئيسيه. قال لك عباره عن مجموعه من المعلومات او مجموعات من المعلومات تخزن عاده في نظام حاسوبي ويمكن الوصول اليها مجانا. ده انترنت ولا قواعد بيانات ولا محركات؟ طبعا دي قواعد بيانات. كل مما يلي يعد مثالا على استخدامات الذكاء الاصطناعي ما عدا، في حاجات بنستخدم الذكاء الاصطناعي ما عدا واحده فيهم. تقليد الاصوات بنستخدمها بايه؟ استخدامات الذكاء الاصطناعي. كتابه مقاله على موضوع ما ذكاء اصطناعي. آلة باسكلين طبعا دي ليست ذكاء اصطناعي. تقسم تجربه المستخدم الى مجالات مختلفه يمكن ان تكون ايجابيه ولا سلبيه ولا الف وبمعنى. طبعا ممكن يكون الراي ايجابي او سلبي، حد يقول المنتج ده حلو، حد يقول المنتج ده وحش. نقط تمكن الاشخاص الصم لمضاعف السمع من ترجمه اشاراتهم فوريا الى مخرج نصي او منطوق. ده سمارت جلافز ولا سمارت فونز ولا سكرين ريدرز؟ طبعا دي اولاد سمارت جلافز بترجم اشارتهم الى ايه؟ الى مخرج نصي او ايه او منطوق. تطورت لغات البرمجه من لغه نوع للغه عاليه المستوى. كانت لغه ايه؟ الات بسيطه ولا الات معقده ولا الات مطوره؟ طبعا كانت الاله البسيطه. تعتبر برمجيات تكبير الشاشه ووسائل المساعده السمعيه من تكنولوجيا متاخره، تكنولوجيا مساعده، لغات برمجه. تكنولوجيا دي بقى تكنولوجيا مساعده. كل مما يلي من انظمه التشغيل ما عدا مايكروسوفت وورد ولا ويندوز ولا ماك او اس؟ طبعا كل مما يلي انظمه التشغيل ما عدا ايه؟ ما عدا المايكروسوفت وورد. واكثرها تقدما احدث اصدار من احدى الخدمات او احد المنتجات. دي تكنولوجيا متطوره ولا تصميم مواقع الويب ولا تكنولوجيا المساعده؟ دي طبعا يا ولد اسمها التكنولوجيا المتطوره. نظام التشغيل المستخدم على اجهزه الايفون، ايفون هو ايه يا ولاد؟ اندرويد لا، ويندوز لا، ابل اي او اس. الواقع المعزز يعرض نموذجا نقط الابعاد لما يشبه العالم الحقيقي. بيكون ايه الابعاد؟ ثلاثي الابعاد، ثنائي الابعاد، رباعي الابعاد. طبعا يشبه العالم الحقيقي يبقى ثلاثي الابعاد على طول يا ولاد. تطورت لغات البرمجه من لغه النظام الثنائي الى لغات ايه؟ احاديه ولا عاليه المستوى ولا منخفضه المستوى؟ طبعا تطورت ايه يا ولاد؟ الى لغات عاليه المستوى. يستطيع شخص ضعيف البصر ان يستخدم نقط ليرى افراد اسرته عن قرب. شخص ضعيف البصر بيستخدم ايه عشان يشوف افراد الاسره عن قرب؟ واقع معزز ولا مسح ضوئي ولا نظارات الرؤيه الليليه؟ طبعا بيستخدم الواقع الايه المعزز. من وظائف أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، نظام تشغيل في الهواتف المحمولة، الرسائل ولا من وظائف يعني وظائف الهاتف المحمول؟ إرسال رسائل، الاتصال بشبكة الإنترنت. طبعا الحاجتين موجودين يبقى ألف وبه معا. نقط بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد تسمح للمستخدمين باستكشاف محيطهم والتفاعل معه وكأنه حقيقة. يبقى في حاجة بيئة ثلاثية الأبعاد افتراضية تسمح للمستخدمين
باستكشاف محيطهم والتفاعل معه كأنه حقيقي بالظبط. ده اسمه واقع معزز ولا واقع افتراضي ولا ذكاء اصطناعي؟ ده طبعا اسمه يا ولاد الواقع الافتراضي. نقط عبارة عن مجموعة من المعلومات تخزن عادة في نظام الكمبيوتر. مجموعة من المعلومات تخزن في نظام الكمبيوتر ويمكن الوصول إليها بسهولة، اسمها محولات. واقع معزز ولا قواعد البيانات؟ طبعا دي قواعد البيانات التي يمكن إليها الوصول بسهولة. يجمع نقط بين العالم الحقيقي والواقع الافتراضي. ايه اللي بيجمع بين عالم حقيقي وواقع افتراضي الاتنين مع بعض؟ بإضافة صور باستخدام الكمبيوتر. واقع معزز، افتراض الذكاء الاصطناعي طبعا ده واقع معزز. بيقول لك يستخدم نقط في ارسال بيانات الى جهاز معين، شبكة للمساعدة، عبر شبكة مساعدة في سرعة نقل البيانات. اللي بستخدمه في ارسال بيانات الى جهاز معين عبر شبكة للمساعدة في سرعة نقل البيانات، محولات ولا مودم ولا تليفون محمول؟ طبعا دي اولاد المحولات. والبيانات المهمة تربط أجهزة الكمبيوتر ببعضها البعض لمشاركة أي أولاد المعلومات، طبعا دي أولاد شبكة الكمبيوتر. يقوم بتحويل الإشارة من مزود خدمة الإنترنت ISP إلى إشارة رقمية. ده أي أولاد، منفذ ولا مودم ولا التليفون المحمول؟ ده المودم. في الشبكات السلكية يتم توصيل الأسلاك والكابلات بفتحات في الأجهزة، اسمها إيه الفتحات دي بقى؟ اسمها سويتش ولا خادم ولا المنافس بورتس؟ طبعا المنافس، منفس. يساعد نقط التلاميذ ليصبحوا مشاركين نشيطين في عملية التعلم. ايه اللي بيساعد التلاميذ يا ولاد؟ واقع افتراضي، واقع معزز ولا ذكاء اصطناعي؟ طبعا ده واقع معزز. بجهاز الكمبيوتر المكان الذي تتصل به اجهزة الاخراج، الاجهزة والاخراج، طبعا ده المنفس. نقط تساعد الأشخاص ذوي الهمم في أداء المهام التي يجدونها صعبة. تصميم المواقع للبرمجة والتكنولوجيا المساعدة، طبعا التكنولوجيا المساعدة. نقط ترتبط بتجربة المستخدم وبتطوير المنتجات والخدمات. تلبية احتياجات، أسعار منتجات، منافس الشركات، طبعا دي تلبية احتياجات. من أمثلة قواعد البيانات العامة جوجل ولا فيسبوك ولا بنك المعرفة المصري؟ بنك المعرفة المصري. دي من أي أمثلة قواعد البيانات العامة. يعمل نقط بمثابة بوابة جيت واي، فهو يربط بين المودم مختلف الشبكات. راوتر، منفذ ولا محول؟ طبعا ده راوتر، اسمه الجيت واي، بوابة الوصول. تمكن نقط المستخدم من التواصل مع الكمبيوتر بسهولة. أنظمة تشغيل، لغات برمجة، أكواد، طبعا ده أنظمة التشغيل بتساعد المستخدم من التواصل مع الكمبيوتر بسهولة. يعد نظام نقط هو النظام الأكثر شيوعا بين أجهزة الهواتف المحمولة. نظام إيه؟ في الهواتف اندرويد اي او اس ولا الويندوز؟ طبعا الاندرويد، ده بتاع ايه؟ الابل، الايفون. وعد نظام التشغيل اندرويد نظام النقط المصدر، مفتوح مغلق والالف هو معنى، طبعا ده نظام مفتوح. عادة ما تكون لغات البرمجة نقط المصدر، لغة برمجة مغلقة مفتوحة مشفرة، طبعا لغات البرمجة مفتوحة المصدر. تساعد نقط في البحث عن البيانات او مواقع الانترنت، اسمها ايه دي؟ انظمة تشغيل ولا محركات بحث ولا لغات برمجة؟ طبعا دي محركات البحث. عبارة عن تطبيقات تؤدي مهام معقدة تحاكي بها تفكير العنصر البشري وأداءه، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج. ده ايه ده؟ المنافس ولا الذكاء الاصطناعي ولا برنامج معالج الكلمات؟ طبعا دي يا ولاد تطبيقات كمبيوترية تؤدي مهام معقدة تحاكي بها تفكير العنصر البشري، ده طبعا ذكاء اصطناعي. اسفة جدا يا ولاد. بيقول لك عبارة عن تطبيقات تؤدي مهام معقدة تحاكي بها التفكير العنصري البشري وأداها، مثل ايه؟ القدرة على التعلم والاستنتاج. تعلم والاستنتاج يبقى ذكاء اصطناعي على طول. تطبيقات كمبيوترية تؤدي مهام معقدة تحاكي برضه العنصر البشري، ذكاء اصطناعي. يستخدم نقط لربط المستخدمين بالإنترنت. اللي بيربطنا بالإنترنت يا ولاد؟ المودم. نقط أجهزة تستخدم لإرسال بيانات داخل جهاز معين داخل شبكة واحدة. أجهزة بنستخدمها عشان أرسل بيانات داخل جهاز معين داخل شبكة واحدة. مودم ولا موزع ولا محول سويتش؟ ده محول سويتش. يرتدي المستخدمون نقط للشعور بتجربة الواقع الافتراضي بشكل أكبر. بيلبسوا إيه؟ سماعات رأس، قراءات شاشات ولا نظارات؟ واقع افتراضي يا ولاد، يبقى دي سماعات الرأس. قواعد البيانات تتطرق إلى العديد من الموضوعات وتتميز بموثوقيتها، طبعا دي قواعد البيانات العامة.
نوع التالي من الأسئلة، السؤال التاني ضع علامة صح وعلامة خطأ من العبارات التالية. رقم واحد بيقول لك يحول المحول الإشارة من مزود خدمة الإنترنت أي إس بي، يحولها إلى إيه؟ إشارة رقمية للتعرف عليه. غلط. يصعب في لغة HTML إضافة عناصر مثل النصوص والروابط والصور ومقاطع الصوت. غلط طبعا. والفيديو لصفحة الويب. غلط. يساعد الواقع المعزز التلاميذ لأصبحوا مشاركين ناشطين في عملية التعلم. طبعا صح جدا. يمكن استخدام فهرس مكتبة الإسكندرية من خلال موقع المكتبة الرقمي عبر الإنترنت. صح. التكنولوجيا المستقبلية ليس لها تأثير في تحسين حياة الأشخاص ذوي الهمم. غلط. لها طبعا تأثير كبير جدا، بتساعدهم على أداء المهام اليومية. تقنية الواي فاي تربط أجهزة الشبكة ببعضها ببعض لاسلكيا. صح. نظام التعرف على الأوجه يعد أحد استخدامات الذكاء الاصطناعي. صح. اللي هو بصمة الوجه تشمل أنظمة التشغيل، الأجهزة المساعدة مثل قراءات ومكبرات الشاشة. صح. يمكن لذوي الهمم إنجاز بعض مهامهم اليومية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. طبعا صح. الأنظمة مفتوحة المصدر تتميز بأنها لا يمكن تعديل شفراتها نهائيا. غلط. يمكن للكمبيوتر التفكير والتعلم عن طريق تحليل الأمثلة المتوفرة. صح. يؤدي نظام أندرويد ونظام تشغيل أي أو إس الوظائف الأساسية نفسها. صح. على الرغم من تنوع التكنولوجيا المساعدة المتطورة كثيرا، إلا أنها تخدم نفس الهدف. طبعا صح. جميع لغات البرمجة مغلقة المصدر. غلط. ليس من الضروري تقييم التكنولوجيا الجديدة. غلط. تطورت أو طورت العديد من الشركات أنظمة تشغيل للسيارات ذاتية القيادة. طبعا صح. تعد القفازات الذكية من فئة التكنولوجيا المساعدة. صح. يمكنك استخدام حقول أخرى متوفرة في قاعدة البيانات لتضييق نطاق البحث مثل اسم المؤلف. صح. بعد كده تساعد التكنولوجيا المساعدة ذوي الهمم على أداء مهامهم. صح. النتائج الصادرة عن أدوات البحث الرقمي تكون متشابهة. لا طبعا غلط. يمكنك الوصول إلى المعلومات المتاحة في قاعدة البيانات المدرسية في حال استعدادك لمقابل مادي. غلط. ده مجاني. النسخ واللصق من أكثر أوامر معالجة المعلومات شيوعا. صح. قواعد البيانات العامة تتطرق لموضوع واحد فقط. غلط. محركات البحث سهلة الاستخدام وغالبا ما تظهر العديد من النتائج. صح. جميع نتائج البحث عبر الإنترنت موثوق فيها. طبعا غلط جدا. تتعدد أدوات التقييم التي يمكن استخدامها لتقييم التكنولوجيا المطورة. طبعا صح. تتعدد أدوات التقييم. لا تعد المكتبات الإلكترونية الموثوقة من أدوات البحث الرقمية. لا طبعا، من أدوات البحث الرقمية. من سلبيات التكنولوجيا المتطورة الحد من استقلالية الأشخاص واندماجهم في المجتمع. غلط. تساعد معرفة النتائج التي تحتاج إليها في تحديد أدوات البحث التي يمكنك استخدامها. صح. تجربة المستخدم تصف كيفية استخدام الأشخاص المنتج والتفاعل معه. صح. معظم أجهزة الكمبيوتر تأتي محملة مسبقا بنظام التشغيل. صح. تساعد سماعات الرأس في الانغماس بتجربة الواقع المعزز بشكل كامل. غلط. الواقع الافتراضي. لا تتشابه أي لغة من لغات الكمبيوتر. غلط. لا يوجد فرق بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي. غلط طبعا، في فرق بينهم. من مميزات لغة الترميز HTML سهولة تعديلها وملائمتها لكل متصفحات الويب الكبرى. صح. لا يوجد تشابه أو اختلاف بين أنواع التكنولوجيا المستقبلية. غلط. تدير أنظمة التشغيل برامج وأجهزة الكمبيوتر. صح. توفر تقنية الواقع الافتراضي للمستخدمين رؤية لعالم آخر. صح. الاتصال بشبكة الإنترنت ليس من وظائف تشغيل النظام. غلط. يمكن المحاولات إرسال بيانات إلى جهاز معين داخل شبكة واحدة. صح. محاولات سويتش. عادة ما تكون لغات البرمجة مفتوحة المصدر. صح. لا ترتبط تجربة المستخدم بتطوير المنتجات والخدمات. غلط طبعا. يعتبر نظام التشغيل أندرويد من أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة مغلقة المصدر. لا طبعا غلط جدا، مفتوحة المصدر. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي A L أو A A
AL AI لتقليد الأصوات. صح. تعرف التكنولوجيا المتطورة بأنها أحدث إصدار من الخدمات أو المنتجات وأكثرها تقدما. صح. تربط شبكة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر وبعضها لمشاركات أو لمشاركة المعلومات والبيانات الهامة. صح. يعد نظام التشغيل ROS من أنظمة التشغيل المتطورة لتشغيل الروبوتات. صح. تعتبر وسائل المساعدة السمعية من أمثلة التكنولوجيا المساعدة. صح. قاعدة البيانات مكان جيد للبحث عن المعلومات. صح. قد تتضمن البحث في فهرس المكتبة الكتب المنشورة حديثا. صح. تستخدم الشبكات السلكية الكابلات يعني التي يتم توصيلها بفتحات الأجهزة تسمى المنافذ. صح. تعد محركات البحث متخصصة من أدوات البحث الرقمي. صح. تظهر محركات البحث القليل من النتائج. غلط. تقتصر أنظمة التشغيل على نوع واحد فقط. غلط. يختار المبرمجون اللغة المناسبة بناء على الهدف من استخدامها. صح. لا يمكن لعامة الناس رؤية شفرة البرمجة الخاصة بالأنظمة مغلقة المصدر. صح. يمكننا تعديل شفرة الأنظمة مغلقة المصدر بسهولة. غلط. يمكن لأي شخص يا ولاد قراءة شفرة البرمجة للأنظمة مفتوحة المصدر. غلط. تستخدم لغة HTML بإضافة عناصر مثل الصور والروابط لصفحات الويب. صح. المحاولات سويتشز يمكن إرسال البيانات إلى جهاز معين عبر الشبكة. يعد نظام التشغيل iOS في هواتف أبل من أنظمة التشغيل مغلقة المصدر. صح. يمكن توصيل الأجهزة بالإنترنت من دون أسلاك باستخدام الواي فاي. صح. الشبكات عبارة عن أجهزة إلكترونية تنشئ المعلومات وتعالجها وتخزنها. غلط. تربط الشبكات أجهزة الكمبيوتر وبعضها لمشاركة المعلومات. صح. يمكننا إنشاء اتصال شبكي عن طريق الكابلات فقط. لا طبعا. يمكن أو يجمع الذكاء الاصطناعي بين العالم الحقيقي والواقع الافتراضي. غلط. يمكنك زيارة متحف يبعد آلاف الأميال عنك من خلال الواقع المعزز. غلط. الواقع الافتراضي. التكنولوجيا المستقبلية لها قدرة على تحسين حياتنا اليومية. طبعا. صح. يعرض الواقع المعزز نموذجا ثلاثي الأبعاد لما يشبه العالم الحقيقي. طبعا قلنا صح. عالم نموذج ثلاثي الأبعاد. تعيق التكنولوجيا المستقبلية حياة الأشخاص ذوي الهمية. طبعا بتساعدهم في أداء المهام اليومية، ليست تعيق. من معايير تقييم التكنولوجيا المتطورة أن تكون مفيدة وقابلة للاستخدام. طبعا صح. التكنولوجيا المساعدة تساعد الأشخاص ذوي الهمم في أداء المهام التي يجدونها صعبة. صح. تقييم التكنولوجيا الجديدة بموضوعية وعقلانية يوسع آفاق المعرفة باستمرار. صح. أحدثت التكنولوجيا المتطورة تغيرات كثيرة في الحياة. صح. بنك المعرفة المصري EKB مثال لقواعد البيانات العامة. صح. يفضل عند البحث عن أي قاعدة بيانات البحث بالكلمات المفتاحية. صح. تصعب أدوات البحث الرقمي أو تصعب أدوات البحث الرقمي عملية البحث عن المعلومات المطلوبة. غلط طبعا. يوفر البحث عن معلومات في بنك المعرفة المصري الكثير من النتائج الموثوقة والدقيقة. طبعا صح جدا. يعد نظام التشغيل كروم OS الأكثر شيوعا بين أنظمة تشغيل الكمبيوتر على مستوى العالم. غلط. طبعا أشهر برنامج فيهم الويندوز. لغات البرمجة تعطي الأوامر لجهاز الكمبيوتر على يد شفرات. صح. تمتلك الأجهزة المحمولة أنظمة تشغيل خاصة بها. صح. الذكاء الاصطناعي AI هو قدرة الكمبيوتر على التفكير والتعلم والاستنتاج. قدرة الكمبيوتر على التفكير والتعلم والاستنتاج. صح. لا تحتاج أجهزة الكمبيوتر إلى أجهزة مختلفة للاتصال بالشبكة نقل البيانات. طبعا غلط. كده يا أولاد نكون انتهينا من مراجعة تكنولوجيا المعلومات للصف السادس. المراجعة فيها شرح وفيها نسخة من بنك الأسئلة غير مجابة وفيها نسخة مجابة اللي احنا شرحناها مع بعضنا النهاردة دي. هنحمل المراجعة علشان نتدرب عليها في البيت. وقلنا المراجعة دي يا أولاد شرح وبنك الأسئلة كمان في الأسئلة الخاصة بنماذج الوزارة. الوزارة منزلة أسئلة موجودة عندك في بنك أسئلة المتميز اللي شرحناه بعدنا النهاردة. انتظرونا هننزل مراجعات لجميع المواد مش بس الإنجليش من الصف الرابع إلى الصف الثاني الإعدادي. مراجعات جميع المواد هنا على القناة حصري
من الصف الرابع الى الصف الايه السنه الاعدادي. بتمنى لكم نجاح البر والتوفيق باذن الله. كانت معكم ميس هبه رجب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.